السلام ورحمة الله. أحمد أتبارس التجارة دي تيجي السوق وين تي أقعد شوية عطية غير مودة دائية أقرب بدر السنين نقول إنك سعادة جس السوق نقول تديها حموشن نقول سعادة أنت تبارك الله إنك نقول زيد سعادة ما نقول تديها حموشن زمي كان نقول تيجي السوق وين تي خدمة بزاف سكامي مع ذلك قالوا خلنا نتعالج مع تم قلت لك السوق دي مغاب توطس نتعالج ديك السوق بزاف الحوايج قال مثلا كي بغي واش جوينا بربع غير بريد شي تعال انت كي كرا كي كهرباء كي بزاف غير بريد غير بريد بزاف الحوايج نتعالى تسوطس نكون السوق الزار ما دوا ما ودا يغرف وسوطس يغرف بزاف نكون الاثمنه غير كان تحكم شي السوق تحكم السوق ان نتعانى تاع السوطس نكون تما نكون زبق حتى شحال معانا تغانق أقنا كنين يوق مثلا الأثمنة غلا نخلين تيرا نستغي 18 درهم أمزقارو بابريكا تحميرا غلا نستغي 18 درهم روح حالينا راضو قدر عمس يدي 48 درهم الجمر الجمر ميت نستغي نشين كيلو نستغي تاكس نشين ميت الجاس أنا الكيمون غلا نستغي 30 درهم ناري قاق أبو 50 درهم أقدر كيمون وني قدين وني قاق أبو 50 درهم الجمر ذا لبزا يوض أقل 50 درهم الجمر يعني المواد يغلالنا رفت ورتي أنا سكيش من كذلك مثل كركم حقهم أنا وضج ثمن خيالي ديني ديني بزاف المواد إقران ديني القرفة ديني المواد أنا كنا نأخذ غصة ونخوينا لازم نشتري 13 درهم نرجع 15 درهم الجمر يعني لكن ما نمدك أنا غش ثمن زمك حطق يعني ثمن أسعار ورين بزاف أسعار ورين ما إن كنا ورين سجن ثمن خيالية يعني أسعار ورين سجن ثمن خيالية يعني ينقص بزاف ينقص بزاف ينقص تما كاين مالين كيميه يعني نصور شك نايك مرزز مثلا زي مليان الصباح 8 دي حتى في التجربه بديت في زنز 300 درهم مثلا 300 درهم ميكس هاي كيف 300 درهم ماكس باكاش تنقص 100 درهم نفطر خاطر سكوش تنقص ما سكوش ما جاش تكس مثلا 40 درهم شكلها ود شكلها فين كان مواطن في السرك كيس التاكسي يتغدى كيس السوق يفطر كيس السوق الشغل مثلا 800 درهم فخاص حتى واحد ما ذلك تخبط خي حاموشن ما ذلك تخصصتو ما ذلك تخصص دمن أنا يجمع عن التمغاء نتعانى أكيد الصراحة نتعانى سيدي بموت بس كان تجار جن خارج الميدان يعني قصبة أيام متجوز نقاشين يعني واس وجهه مكان بتجس ضريبة وتجس وتجس مال أخ خمسة جلوس الشارع يستغل منك العمومي يستغل منك العمومي بدون سمة استثناء يعني السلطة مجلس بلدي مهم جميع السلطة قامت شي تحرك تحركا أظن غزاش يكون تجاري نشي نشات غادي نخنس كهرباء صرف الكراء تزاد خلص الكراء يعني تجاري قاعد الشارع وتخرج الضريبة وتخرج الكراء جام تما جميع الحوايج انت واك تسقسم مع ذلك السلطة ويجي واخا غادي نتا حمولة تا الزواج خلق نشي ناخذ صغوي نشي نتمظارس وطس نتمظارس ما بدون استثناء نتمظارس تازي القانون مع ذلك في نقد بالشهر نسال اقش بلاصه سربان باش نعجب سانخصاني قادر ندمي تم زعما طرف من السبيات بلدي وصل تيم اقشا مسي بالله هاش كاس ديك سيسكاريون سني فينو كنت ديال جميع الكريت تاع فن كنت ديال بلاصين مع ذلك حوتنا نقنق الشارع راني نشري قادما ان المواطن المودي سوق مثلا سلايله وزبات يفغ السوق يسقى مع ذلك وزما اللي حسن عاوز ساكينش وزما دا وضع وينو تبغى تيرو دا يفغ السوق يسقى ميزي اقلك جو كان عفان هو راه عفان ابجاك بيتوز شو ما كنت تخبط الصباح كنت تاخذ واحد السوق كفض الساعة ولا مشيت عليها يعني إذا تجري تمارس التجارة مع وما ذلك وما ذلك مو تدرس تسعى هذا خاص يعني سوبر مارشي خاص كيف تدفع السوق خاص مش بداها خاص خاص يدي عابد كبيرة إن لو خنشين هذا لو بديش نحاش تعرف فنت بزاف نشين الطلب زي السلطة المحلية إن شاء الله أقرب وقت غدا نزول الحل يعني المواعب من بعيب تجولين بس مش ممكن سن صعب لا استغل تسير غير ممكن سن يسر من باش نشين إن شاء الله نفكش عزي العزلة يعني قش نضارس بزاف ما راح تاسق القانون أنت مضارة هذا تجاري مسكن بالله ما تفتح لها يكمل اقصى عارض مسكن ما لا لاحظ داك الشيء كان هاك صغير انا غشي كان انا حسب هذا الشيء انا بزاف تقرا ميد راه شغل تعالى انا غشي كان هو قرا ميد مزال خدت الى جمع عند المغاس بزاف بزاف انا عادات نحونا بالعن تقبر سر سوا شكا صاحب تاع سوا دارو خاطر تاع حونا بالعن سكوشي ايش عادات يقول قلنا وقت الاقصى على السيزون ولا نسيز السيزون كوشي ولا السيزون انا معانا التمغاس بزاف كنا من الجن ذاك من العنوان تبعت الحال وخي يقول ميت فكان مخيا تقصد هيتي تفكاك الهجرة مخيا غاصدها وينس يقاك الهجرة انا مزيد تفكاك الهجرة
لا حسن عاون ضغوطه صغيغس يعني ندي السيد فوق 100 درو قلنا طبيعه الحال فكاك العجره هذه فكاك العجره بتما اي طريقه هنا من اللي يستافد من 100 درهم من منها يغزا ديكس يمكن تكاش كي جاك بغاوين سي قبل كي داخل سي لا حسن عاون هو من ان شاء الله نتمنى ان شاء الله السلطه المحليه ان شاء الله تعزو الحل اقرب وقت عندنا شي مضارع طلب المجلس البلدي العماله المهم السلطه سفي عامه السلطه كمل اغناز بجن الحل ان شاء الله قش مضارع سوطس تما خصوصا زعما تركز في كورتي المجلس البلدي العماله غناز بجن الحل ان شاء الله قش تفارغ اش حفظه تعالى وشكرا.